50 يوما مرت على قرار البنك المركزي المصري في 21 من مارس الماضي برفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس أو ما يعادل 1%، مما دفع الجنيه المصري للتراجع مقابل نظيره الأمريكي بنحو 14%. القرار الذي جاء لضبط السياسة المالية واجه طوفانا من الشائعات عبر منصات التواصل الاجتماعي. نشطت الشائعات خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك وإجازة القطاع المصرفي ليترقب المصريين مصير الجنيه الذي بشروا بانهياره أمام الدولار، وبخاصة بعد قرار البنك الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة لمستوى وصفه البعض بالتاريخي. لكن سوق الصرف واجه الشائعات بالاستقرار، وتخرج تصريحات حاسمة من البنك المركزي المصري لتؤكد أنه لا يوجد ما يستدعي تعجيل عقد اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده في 19 من مايو الحالي ليطمئن السوق ويزيد من حالة الاستقرار. لتطفو على السطح التوقعات المتفائلة والتي رجحت حدوث ارتفاع طفيف لقيمة الجنيه بمقابل الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، استناداً إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الدولة مع حزمة المشروعات التنموية التي تنفذها الحكومة المصرية، واكتشافات النفط والغاز، وتحول مصر لمركز إقليمي للطاقة بالشرق الأوسط، واستمرار التقارير الإيجابية للمؤسسات الدولية التي ما زالت تنظر للمؤشرات الاقتصادية المصرية على أنها واعدة ومستقرة، لتتراجع شائعات المتشائمين الذين توقعوا انهياراً جديداً للجنيه المصري مقابل سعر صرف الدولار. فهل يواصل الجنيه المصري استقراره في الفترة القادمة؟